بالنسبه للاستاذ عمرو زي ما قلت لحضرتك، هو بس مش خطا، هو نوع من النظام في الاجراءات القانونيه. يعني هو ناجح، المفروض كانت اللجنه بس كانت تقول ان ناجح بالتزكيه والقايمه كابتن محمود وقايمته كذا كذا كذا، كان المفروض يقولوا كده، لكن هم قالوا على الفرز، بعد الفرز قالوا على النتيجه مباشره. فطبعا هم وضحوا ده، هم وضحوا، اللجنه القضائيه وضحت ده واحنا قاعدين ومتابعين. هم قالوا هو ناجح والناس اتكلمت وسالت فين العمري الاستاذ عمرو فاروق، فطبعا وضح لها يا جماعه ده هو ناجح بالتزكيه، بس في الاجراءات بيتقال ايه نتيجه الانتخابات. الحمد لله يا دكتور، ما الانتخابات عدت بخير، كلنا في ظهر الكابتن محمود الخطيب وانجازاته ونجاحاته في الانتخابات، وهو دلوقتي المشرف في النادي الاهلي بانجازاته وانتخاباته. الراجل كان طالما حاطط الكابتن عمرو فاروق في القايمه وهو اللي جايبه وتتحل سهله، ما حدش يقول كلام، مش عايزين بلبله، مش عايزين اي حاجه تمس الاسطوره محمود الخطيب، كله يقف في ظهره. هو عمل كتير للنادي الاهلي هنا في الجزيره وفي مدينه نصر وفي 6 اكتوبر. يا جدعان الموضوع سهل، وعمرو فاروق برضه كان مع الخطيب في القايمه الاولانيه. يا جدعان كل حاجه تتحل بالود، وطالما الكابتن محمود الخطيب عاوز يحل القايمه هو اللي طالما جايبه هو اللي هيحلها. اللي انا شايفه ان موقف النادي الاهلي قانونا سليم. العمري فاروق نزل الانتخابات وخد 19400 صوت محسوبه، واللجنه القضائيه هي اللي حاسبه، مش النادي الاهلي، مش مجلس الاداره. يعني في لجنه قضائيه مشرفه على كامل الانتخابات بالكامل من اول التصويت لغايه الفرز واعلان النتيجه. ازاي الاهلي بكيان كبير زي ده تعدي عليه مشكله قانونيه بالشكل ده؟ انا مش مصدق، انا مصدق النادي الاهلي. والله انا شايف استبعاد الكابتن عمرو فاروق هو خطا اداري من الاداره. المفروض ان الاداره كان اول حاجه كان ينزل تصويت عادي، ما فيش حاجه اسمها تزكيه، وهو كده كده بامر الله بدام في قائمه الكابتن محمود الخطيب بامر الله كان هينجح. للكابتن عمرو فاروق قيمه وقامه في النادي الاهلي، مش وليد اليوم يعني، ولا وليد الصدفه ان احنا نتعرف عليه. راجل بسم الله ما شاء الله، كان وزير سابق ومعروف، وراجل بسم الله ما شاء الله يعني. بس هو خطا اداري، وان شاء الله دي هتعدي، وكده كده بامر الله هينجح يعني. خطا اداري وان شاء الله هيعدي يعني ان شاء الله.